عابس اني وما تخافوني عابس اني سمحهم للدواعش عابس اني سمحهم للخوارج للنواصب عابس اني طلقتي الدن يا ويل بيها راغب لي الجنة وشاريها لحسيني الروح انا افديها لحسيني الروح انا افديها اتحداكم ويتحدوني عابس اني جاوب النواصب جاوبهم عابس جاوب الدواعش بعد جواب اقوى عابس اني اني الحبي تبني الزهر امتيب منها جاوي بفكرة اني الحبي تبني الزهرة امتيب منها جاوي بفكرة انا عارف من زيلته وقدره صبط الحادي نور عيوني عابس اني جاوب الدواعش جاوبهم عابس شاعر اهل البيت احمد الطائي اني الحبي تبني الزهر امتيب منها جاوي بفكرة انا عرف من زيلته وقدره انا عرف من زيلته وقدره صبط الهادي ونور عيوني انا ما تخاف بعد 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 خادم خادم عابس سمعهم الدواعش انا الحبي تيبني الزهرة بتيب منها جاوي بفكرة انا يعرف من زيلته وقدره صبط الحادي نور عيوني عابس اني اي والله سمع الدواعش بعد 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 اعلى هذا بيت الدعاء ديني حسين ديني الصادق والتيمي غلط وينافق بارك الله بيك ديني حسين ديني الصادق والتيمي نافق وينغلط يعني منهج داعش مارق ها يعني منهج بعد بعد سمعوهم وابقى العاقل ما ظلوني عابس اني خادم 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 بعد 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 عابس اني دين حسين ديني الصادق والتيمي غلط وينافق يا أبا عبد الله ديني حسين ديني الصادق والتيمي غلط وينافق يعني منهج داعش مارق ها يعني منهج داعش مارق بعد سمعوهم يعني منهج
مارب وابقى العاقل ما يضلوني عابس آني يا الله.